شفت يا عم الموبايلات رخصت اول يومين دول. رخصت ما ترخص، بكره الموبايل يقع ويتكسر وكله رايح، كله رايح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وسعاده. فيديو ضد مبادئي، بس ليه فايده الفيديو ده؟ ريلمي 5 برو. النهارده الاجهزه بقت رخيصه جدا 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 واسعار غريبه، ومش عارفين احنا بناخد خامات عامله ازاي، وبتنزل تدفع الفلوس مهما كان الجهاز رخيص، بس دي فلوسك. عاوز تعرف لو الجهاز وقع منك هيحصل له ايه؟ عاوز تعرف الجهاز من جوه عامل ازاي؟ فقررت ان انا اعمل لك التجربه كامله، تعرف الجهاز لو وقع من ايدك بالصدفه هيعوض عليك ربنا، ولا لو الجهاز وقع فيه امل والبركه فيك، ولا ايه الوضع؟ هنجرب النهارده نوقع ريلمي 5 برو، جهاز جديد هنطلعه من الكرتونه. معلش ده ضد مبادئي، ولكن لازم تعرف انت بتشتري ايه. ومش ده بس، هنعملها في حاجات تانية كتير، لان فعلا الموضوع بقى غريب والحاجات بقت رخيصة، ولازم نعرف الخامات اللي بنشتريها عاملة ازاي. يلا بينا وربنا يستر. دلوقتي هنعمل تجربة بسيطة جدا جدا. انت واقف بتتكلم في الموبايل، واحد صاحبك جه او اي حد جه خبط ايدك، الموبايل وقع من الارتفاع ده، وانت واقف ماسك الموبايل كده وتمام في نفسك كده، وحد جه. هنجيب حد دلوقتي يخبطني ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. يلا اهو انا ماسك الموبايل، واحمد اهو ايه هنتعامل اهو. انا بس واقف ماسك الموبايل على الارتفاع الطبيعي اهو. ما تقللش الارتفاع اهو، الارتفاع في عادي اهو. الارتفاع ده كده تمام؟ تمام يا باشا. يلا هنجرب بقى حاجة تانية، هنجرب ان احنا نرميه قصدين عشان تبان الدنيا كاملة. يلا 1 2 3. هنجرب بقى الشاشة، وقلبي يعتصر يعني، بس خلينا نجرب نشوف شاشة الجهاز هيحصل معاها ايه، وعلى الارتفاع اللي هو الطبيعي ان انت مش هتمسك الموبايل الارتفاع اكتر من كده. يلا 1 2 3. والله يا جماعة يعني مش عارف، هو يعني حاجات غريبة بتحصل في الموبايل، بس خلينا نكمل. ناخد اخر وقعه، وقعت الوقعه لو الجهاز نزل على حرفه، اللي هي الوقعه اللي بتقع من ناس كتير قوي مننا، وانت بتحط الموبايل في جيبك والموبايل وقع منك. عاوز تعرف ايه اللي هيحصل للجهاز برضو، يعني تبقى فاهم دنيتك ايه. وقعنا الجهاز على ظهره، وقعنا الجهاز على وشه، هوريكم الخسائر في النهايه كامله وايه اللي حصل في الجهاز، ولكن خلينا نجرب الوقعه اللي بالطول كده اهو. 1 2 3. نزل زي الضفدعة، جهاز اتخبط ونط نطة، قلبي مش متوقع اجيبه. ايه يا عم اللي حصل للموبايل ده؟ والله بحقيقي يعني الجهاز خاماته لا كويسة. خلينا نوري الناس ايه اللي حصل. مش هحكي، تعالى بصوا كده الكرينة اللي بتيجي من الشركة. عايز اقول لكم الشاشة ما جرالهاش اي حاجه، والغريب السكرينه دي طريه، دي حاجه اكتشفناها، بس السكرينه دي محترمه، لان السكرينه هتلاقي فيها زي الكاتش. بص كده، هي السكرينه اللي خدت الصدمات كلها صح؟ بس بص هنا تحس السكرينه زي ما تكون فيها زي الكسره، انا افتكرته كان كسر في الجهاز. بص شايفين الحته دي؟ شايفين الحته اللي في الحرف دي اهي بالظبط. الشاشه ما جرالهاش اي حاجه، دي حاجه كويسه يعني. الشاشه اهي شاشه زي الفل، ودي حاجه طبعا كويسه جدا. جهاز ما جرالوش اي حاجه. لو بصينا اللي حصل في الجهاز، هنركز هنا كده اهو، هنلاقي ان دي عباره عن، انا بحاول اقربها لكم، شايفين
ده خدش كده في الجهاز. اه في خدش فعلا هنا اهو. اهو تمام. طبعا بولي كاربونيت يعني ما احنا اكيد عارفين. بس كويس قوي على فكره والله. وما اتكسرش هو. وعندك خدش الناحيه الثانيه. ده جه في الوقعه اللي هي اول وقعه خالص. ده خدش ثاني اهو كده. جه في اول وقعه في الجهاز برضو. وعندك يعني هو الفريم اتمرمط بصراحه. والظهر يعني عندك برضو هنا ظروف عنب يعني. بص هنا برضو خد له واحده اهي. بصوا واخد مطوه هنا عنب اهو. طب اهم حاجه بقى الكاميرات اللينس بتاع الكاميرا. ما انا هصور صوره دلوقتي وهشوفها بس انا بوريك. طب طب نشوف بس كده يعني لينس الكاميرات اتخربش من حوالين الجهاز يعني. لو بصوا كده يعني لو بصيت كده هتلاقي الخرابيش من حوالين اللينس. شايفها يا احمد؟ اه شايف. بس اللينس نفسه ما حصلوش. لا اللينس نفسه ما حصلوش الفريم حاجة. الفريم اللي هو رغم ان الجهاز ده فريمه بارز وانا كنت متوقع ان اول حاجه. فاكر لما احنا جايين لسه بقول لك اول حاجه هتتكسر. اول حاجه بس عايز اقول لك ان واضح ان الازاز معالج. ولكن خليني اجرب حاجه كده واشوفها من غير النضاره. في خرابيش بسيطه في تحت الكاميرا الثانيه مش عارف هتبان عندكم ولا لا. يعني برضو ايه احاول اصور لكم صورتين ثلاثه للجهاز. في الاستوديو. في الاستوديو احسن. تمام. ولكن يعني ايه الحاله المجمل العامه باللي حصل في الجهاز ده. الجهاز ده خاماته نظيفه جدا. ايه بقى المطلوب من الموبايل ده لما يقع؟ من وجهه نظري انا الموبايل لما يقع اكتر حاجتين هيهموني في الحياه الشاشه والكاميرا. لان انا بصور لو الكاميرا خدت خربوش هفضل متعكنم بالازازه وما ينفعش امشي من غير ازازه الكاميرا والصوره هتطلع متنغبشه وفيلم هنا الكاميرا هتبقى باظت اصلا. بالظبط. والشاشه برضو اسوء حاجه انك عينك ترمي على شاشه مكسور. تلاقي نفسك مكسوره او ايدك تتعور او او, أو الكلام ده كله. الحاجتين دول ما حصلوش في الموبايل. الفريم عندكم حاجه اسمها بروس كينز ممكن تروحوا تركب لزقه كده على الجهاز اللي هو بتعمل سكن وانت كده في التمام خلاص فريم الجهاز كانه اتلغى. فاهم قصدي ازاي يعني؟ مش مشكله يعني ممكن تداري الخرابيش اللي حصلت دي عادي بسكن انما الشاشه تمام والكاميرا تمام شغاله معاك عادي. بالظبط هي الفكره كلها. الفكره ان احنا دلوقتي بعرف انا لما هدفع فلوس الجهاز هيحصل له ايه. وعايز اعرف الجهاز ده هل يستاهل الفلوس اللي انا بدفعها فيه ولا لا. ده اللي انتوا تقدروا تحكموه دلوقتي بعد ما شفتوا وقعات على الجهاز. الجهاز وقع على رصيف والرصيف ده مدبب وفيه زلط وفيه وفيه وفيه. اسوأ حاجه ممكن تقع عليها. قررنا ان احنا نعملها والله عشان تشوفوا ايه الوضع. ولكن بصراحه الجهاز كده رغم ان الجهاز وزنه تقيل برضه خدوا بالكم يعني الجهاز وزنه تقيل. عموما لو انت عاوز تعرف عن الجهاز من جوه ومراجعته هتقدر تشوفها عند احمد. لو عاوز تعرف وقعات اديك شفت الوقعات كده انت لميت القصه كلها. وخلينا نكمل اوريكم شويه صور للجهاز واحنا في الاستوديو. ورجعنا تاني للاستوديو علشان نتكلم ايه اللي حصل. اللي حصل ان كان الهدف من الفيديو ده ان انت مش تدغدغ الموبايل ولا انا هجيب شاكوش واكسر الموبايل. الهدف كله بالنسبه لي ان انت دلوقتي لو شاري موبايل ودفع فيه مبلغ لو وقع من ايدك وانت بتستعمله ايه اللي هيكون الوضع. لو وقع منك لو انت بتحطه في جيبك او فهو الوقوع من على الارتفاعات الطبيعيه. لكن لا انا هجيب شاكوش عشان اكسر الموبايل ولا ده مبدئي. المبدا انك تعرف الخامه اللي بتشتريها وخصوصا ان اسعار الموبايلات بقت قليله جدا وبقت اسعار يعني مش يعني بقت غريبه. بقت اسعار غريبه. بقت الاسعار بتنزل قليله مع امكانيات عاليه. طب هل احنا كان قبل كده الاسعار هي اللي غاليه ولا دلوقتي ده الطبيعي رغم ان حصل تعويم والجنيه رخص؟ يعني الطبيعي ان الموبايل دلوقتي ب 2500 جنيه كنا ناخده ب 750 جنيه ولا التقنيات اتطورت ولا ايه الوضع؟ ولكن كل اللي يهمك انت كمستهلك انك لما تستخدم الموبايل او تشتري موبايل عشان تستخدمه يكون الموبايل ده هيعيش معاك لفتره طويله. فالخامات شيء مهم وده اللي احنا عملناه في اختبار الخامات بالنسبه للموبايل. اللي هنلاحظه اول حاجه ان انا هوريكم مجموعه صور تقدروا تشوفوا من خلالها عدسه الموبايل حصل لها ايه بعد ما وقعت واتكحرتت كده زي ما انتم شفتوا في الرصيف او على الارض. هتلاقي ان العدسه بتلقط صور محترمه وممتازه وما حصلهاش اي حاجه رغم ان العدسه فيها شويه خرابيش بسيطه او خرابيش موجوده. هي الخرابيش دي ما اثرتش على حاجه وخلت الموبايل بيلقط صور بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه تعليقا على شكل الموبايل بعد الحادثه دي كل اللي حصل في الموبايل هتلاقيه الاتي. هتلاقي في الجنب من تحت حصل خدش مع ثانيه بسيطه في فريم الشاشه ومن ناحيه اليمين حصل زي خربشه قويه مع برضو خبطه وخربشه في فريم الشاشه من ناحيه الشمال. وهتلاقي من فوق ما حصلوش حاجه رغم ان هو اتشقلب على الشكل ده. وهنلاقي الظهر البولي كاربونات في الجهاز الفريم خد كذا خبطه شكلهم داخلين لجوه وباينين جدا خبطات الفريم. اما فريم الكاميرا فهنلاحظ انه برضو حصل فيه عضعضه وخرابيش وحصل خرابيش في شاشه الكاميرا. الظهر هتلاقي فيه شويه خرابيش او يعني جلطات كده وده طبيعي نتيجه الوقعه اللي حصلت الموبايل سواء على ظهره او وشه. رايي في النهايه ان الموبايل خاماته كويسه جدا بصراحه. الموبايل خامات خارجيه كويسه جدا.
انا ما عملتش مراجعه داخليه او مراجعه لامكانيات او قدرات الموبايل، لان ببساطه انا كنت عاملها قبل كده وتقدر تشوفها من الاي اللي هتظهر لك، او تقدر لو عايز تشوفها بشكل اوضح ومفصل ومده طويله جدا تشوفها عند احمد موبيزل، عشان هو بيزعل مش موبيزل، موبيزل احمد موبيزل، او صفحه موبيزل، قناه موبيزل، موقع موبيزل، من الاشخاص المحترمه ومن الناس اللي تقدر تثق في رايهم. فتقدر تشوف اللي هو كان معايا في الفيديو احمد، يعني شخص محترم وليه راي تقني يحترم جدا. فنقدر نقول ان انت لو عايز تشوف الامكانيات الداخليه للجهاز تقدر تشوفها في الفيديو بتاع موبيزل اللي هحسب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، لكن لو عايز تشوف التنطيط والخبطات اديك شفته في الفيديو بتاعي. حاجه اخيره، علشان بتجاوب الجهاز بتاعك اتخربش او زي ما حصل معانا النهارده، جبت لكم كوبون تخفيض من برو سكانز، تقدر تاخد منهم تخفيض كويس عن طريق الكود اللي هحسبه لك في صندوق الوصف واللينك بتاعهم، علشان من خلال ده تقدر تغطي ظهر موبايلك وتغطي الفريم بتاع موبايلك لو في اي خدوش، او كمان تحميه من الخدوش. وده مش حاجه معلنه او اعلان يعني، ولكن هي حاجه حبيت اعملها كفيفور ليكم. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. ولو كان عندكم اي استفسار يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات هنا او في صفحه الفيسبوك او في الانستجرام. ولو عجبتكم نوعيه الفيديوهات دي قولوا لي عشان نعملها في موديلات تانية ان شاء الله. وانتظروا مني فيديوهات تعرفكم انتوا بتشتروا ايه. اشوفكم فيديوهات جايه، وكان معاكم محمد النواوي.